السلام عليكم، أخبروني أيها الأصدقاء، هل حلويات اليوم التي نصنعها للاحتفال بالمناسبات الدينية هي نفس الحلويات التي كانت تصنع في القدم؟ ترى هل طرأ عليها أي تغيرات حيث الوصفة، الشكل إلى آخره؟ بدون إطالة أصدقائي، اليوم سنقوم بقراءة وجيزة في بعض الكتب لمؤلفي مستشرقين زاروا الجزائر وعشقوا أكلها اللذيذ وقرروا التدوين عنه في بعض من مؤلفاتهم. لنبدأ على بركة الله. نبدأ على بركة الله مع المستشرق الفرنسي جوزيف ديسبارمي في كتابه Enseignement de l'arabe dialectal d'après la méthode directe texte de lecture coutumes institutions et croyances. قال جوزيف ديسبارمي: لكل عيد حلويات خاصة به كما نرى في النص الذي أمامنا. مثلا في مولد النبوي الشريف والولادة يصنعون الطمينة، وتصنع هذه الأخيرة بالسميد المتوسط أو الدقيق المتوسط، حيث توضع كمية في طاجين ويتم طهوها على النار متوسطة، وبعدما ينضج الخليط يتم خلطها بالسمن والعسل، تغرف بعد ذلك في صحون وتزين بالقرفة أو المكسرات. أما في شهر رمضان الفضيل يصنعون الجزائريون القطايف والمحلبي والمحنشة، وبدون أن ننسى ذكر الزلابية التي كانت تباع في المحلات، وكما قال هو عند السفنجي فقط. كانت العائلة الجزائرية تولي اهتماما كبيرا للمناسبات الدينية كعيد الفطر، عيد الكبير إلى آخره. لذلك كانت الجزائريات مسبقا بمدة قدرها 4 أيام يقمن بتحضير الحلويات، والتي تتمثل بالبقلاوة، المقروط، المسمن، الغريبية والشخيطنات. وكنت قد شرحت الشخيطنات في فيديو سابق، ولكن لا بأس، الشخيطنات تعني الشارك، كعب غزال، الصمصة. جوزيف ديسبارمي أكد لنا أن هناك نوعين من الحلويات، حلويات بالعقدة، وتتمثل هذه العقدة بطهي اللوز على نار هادئة، بعد ذلك يتم فصله عن القشرة وهو دافئ، وعندما يبرد يقومون بطحنه في المهرز، ويضاف إليه سكر ومقدار سمن ثم قرفة وماء الزهر. تخلط هذه المكونات جيدا حتى نتحصل على عجينة. الكاتب أعطى مقادير كل نوع حلوى وطريقة صنعها. فوق هذا أكثر ما لفت نظري هي حلوى البقلاوة. يقول: يفتحون العجين تماما كما يفعلون مع الرشتة، ثم يضعون 20 ورقة الواحدة والأخرى، ثم يضعون العقدة فوقهم ويزيدون 20 ورقة من فوق، ويقطعونها كالمقروط أي على شكل معين. لاحظت أن هذا نفس الشكل الذي تعتمده تقريبا معظم العائلات الجزائرية في صنع البقلاوة. ثم ترشق حبة لوز من فوق ويضعونها في صينية، ويتم تعويمها في السمن، ويتم إدخالها بعد ذلك إلى الفرن حتى يصير لونها أحمر كلون الورد، ولما تنضج تسقى بالعسل. لاحظوا هذه الجملة جيدا: وما يعملهاش غير الخواص على خاطر تستقام غالية، أي طبقة الأغنياء، فقط من كانوا يحضرون البقلاوة آنذاك. حلويات بدون عقدة: لدينا الزلابية، والتي كما ذكرت سابقا لم تكن تصنع في البيوت، بل كان يتم شراؤها من عند شخص متخصص في هذا النوع من الحلويات ويسمى بسفنجي. على غرار أيامنا هذه قد صارت جميع الحلويات تصنع في البيت. لدينا أيضا المحلبي، ولدينا البغرير، وأيضا المسمن والغريبية والتي قال عنها. صنعت الغريبية الفارينة المعروكة في السمن والسكر، أي يعني أنه يتم خلط الدقيق بالسمن والسكر، ثم تكور مثل الحبة متاع اللنجاز، ويقصد بهذا أنهم يشكلونها على شكل حبة إيجاز، ثم توضع في صينية ويتم طهوها في الفرن. روحوا من الحلوى للمعجون. يقول: إذا كانت مولاة الدار عندها القلب في بيتها، يقصد به أنه إذا كانت شاطرة
تحب تعمل حاجة زيادة مليحة باش تقابل الضيف، وهذا دليل على الكرم والجود وحسن الضيافة. في وقت الفواكه تعمل المعجون وتعمره في الكيسان وتستفهم فوق المرافق في وسط البيت وفوق الخزانة. إذا جاوها ضيف ولا كانت عندها وليمة، تحط المعجون مع القهوة، مع قهوة الصباح وفي الحشية وفي الليل وفي التصبيرة. والمسلمين يديروا المعجون من الفواكه الكل كمنصارة، من السفرجل ومن الخوخ وحب الملوك والتفاح واللنجاص وغير ذلك. ومن العنب يخيروا أنواع يسمى أحمر بوعمارة نتاع بلاد القبائل. وصفة هذا العنب الحبة خشينة مثل الجوزة وحمراء. ونوع آخر واسمه وصبع العلجة، الحبة طويلة قد صبع المرا وبيض. ويعمل ثاني المعجون بالطرنج. الطرنج أو الترنج هي فاكهة حمضية تشبه إلى حد كبير في مظهرها ثمار الليمون، ولكن مع بعض الفروقات مثل وجود انبعاجات عشوائية في القشور وحجمها الكبير نسبيا مقارنة بالليمون. تعرف فاكهة الطرنج بأسماء مختلفة في العالم العربي مثل فاكهة الأطرج. ويعم ثاني المعجون بالطرنج، لكن يديرولو زوج قسمات سكر وقسمة طرنج على خاطر مر. والفواكه اللي هم حلوين يعملوا لهم السكر نصف نصف، وهذا يدل فيدل على أن الجزائريين كانوا يهتموا لصحتهم. والمعجون المشكور عند الخواص متاع الزهر والورد المسكي، يأخذوا من الزهر الورق الأبيض ويخليوا ذكر الحبيبة الخضراء اللي في قلب الزهر، ومن الورد الثاني يأخذوا غير الورق الأحمر. وهذا المعجون متاع النوار يطيب بزوج قسمات سكر. هذا المعجون متاع النوار لونه شباب وريحته مليحة، ما يزيدونه حتى شيء. أما المعجون نتاع الفواكه يزيدولو نصيب مسك ولا عنبر باش تكون ريحته طيبة، ويديرولو الكشنيلة باش يحكار يبان في الكاس خوخي.